السلام عليكم. في هذه الحلقه غادي نشوفوا هاد السيده كيفاش تحولات من واحد المتحجبه متواضعه والبساطه والاخلاق وداكشي الزوين كامل، ولكن للاسف ولات عندها هي والزوج ديالها واحد القناه كاكبر قناه مغربيه ديال الروتين اليومي اللي كنشوفوا فيه راجل كيصور مرتو في بيت الناس وحتى من الطواليت. واهم حاجه غادي نشوفوا هي ديك الفضيحه اللي داروا الاخر في ديك الطواليت، ودارت لنا واحد الفيديو من تما من الداخل هي والزوج ديالها وشرحت لنا داكشي بالنظري وبالتطبيقي على اساس باش تشرح لنا الانواع والاشكال ديال داكشي اللي عيب وعار اننا نقدروا نقولوه. وبما ان هادشي اللي دارت جريمه وكيعاقب عليه القانون، قرقبوا عليها البوليس من بعد يومين، ودابا غادي نهضروا على مده الحكم اللي غادي تدوز. باختصار اليوم معنا فاتحه 41 سنه كتسكن في تماره، هذه 3 سنين باش فتحات قناه في اليوتيوب. المهم بدات باول فيديو كطيب لنا فيه العدس بواحد الراس مغطي بواحد الكلام زوين واحترام للمشاهد وواحد الاخلاق، واحد الماكله غير بسيطه هي بسيطة هي طيبة أصلا فيزير نعاودها عني باش تعرفوها. ولكن طاحت في واحد المشكل ديال دوك الناس اللي الله كيبغيو يبداو يوتيوب وكيبغيو يوصلوا دغيا، راه ما يمكنش، خاصك تضرب واحد شويه التماره باش القناه ديالك تقدر تطلع، وهنا قررت انها دير شي حاجه اخرى اللي تولي تجيب لها مشاهدات اكثر. واكيد حنا عارفين باللي المحتوى اللي كيجيب مشاهدات عندنا في المغرب هو الروتين اليومي. صافي بدات كتوجد تما كيفاش حتى انا نبدا هذا الروتين اليومي. هنا اول حاجه كان خصها دير هي ما تبقاش مغطيه شعرها وما تبقاش لابسه محترم. المهم راكم عارفين نوع الفيديوهات كيف دايرين، غير هي واحد الحاجه اللي دارتها في شكل ملي بدلت من الطبخ الروتين ما قالتهاش لراجلها، ونهار شاف راجلها داك العجب في يوتيوب المغرب كامل ترون بسبب ديك اللعيبه ديالها، اهتزت جريمه كذا. راجل جا ضرب مرتو ملي لقاها كدير الروتين اليومي بالجنوي 7 ديال الضربات لدوك المناطق اللي كانت كتبين للناس. صافي الراجل دخل الحبس، هي دارت ما بغات وزادت فيه، وهنا بدات القناه ديالها كتطلع. باختصار السيده تشهرات ديال بصح، ولات عاطيه غلط سياق، سياق في الحمام، تسيق في الطواليت، تسيق في كوزينة، تسيق. راجلها من بعد ما شاف النجاح العظيم ديال مرتو قال علاش انا غادي نبقى مشدود هنايا، من تما طلب منها السماحه وسمحت ليه وخرج. والسيد ولا هو اللي كيكتب ليها الحلقات وكيشجعها دير شي حوايج اللي ما نقدرش نقولهم ليكم، ولكن مع مرور واحد شويه الوقت القناه بدات كطيح عاوتاني، وهنا بداو كيفكروا ثاني شنو الحاجه اللي نقدروا نديروها باش تطلع القناه. ايوا يا سيدي، هو يطيح عليهم واحد البلان ناضي. شنو قلت هاد الكلمه الاخيره انت؟ شنو كنت تلبسي؟ جين. علاش اختي تلبسي الجين؟ غادي نلبسو بغيت. ها؟ بغيت حرة أنا. أنا آخر مرة غنبقى ندير أنا وياك اللايف، شحال من واحد ما تيحملنيش ندير معاك اللايف، وأنا إنسان عادي طبيعي. ولكن واخا صراحه داروا هاد البلان الناس بدات كتعيق وعرفت بلي هادشي راه غير قوالب وقصص هما تيديروهم باش يطلعوا ثاني القناه، وان هادشي كامل غير تمثيل في تمثيل، وبقات القناه غادا كطيح وما خلاو ما داروا باش يعاودوا يطلعوا، ما بغاتش تطلع. واخا تعراو في البحر، تعراو في السطح، تعراو في ما عرفت فين، حتى وصلنا لاغرب لقطه شفتها في حياتي والله العظيم. راجلها قال لهم لا بغيتوني ما نبقاش نبين مرتي وما نبقاوش نديروا هادشي، ديروا لي شهريه ديال 3000 درهم. بصراحه عجبوني المغاربه مزيان ملي حتى شي حد ما تسوق ليه بان السيده باش تحيد القناه ديالها وغادي يدير معها واحد الشهريه ديال مده 5 سنين في الشهريه تقريبا 3000 درهم. ولكن هذا السيد هذا ما خالف الوعد، يعني هذا الانسان هذا فيها الهضره. وهنا جلسوا مع راسهم مزيان وقرروا ان الخطوه الجايه غتكون شي حاجه اللي ما عمر شي حد في المغرب دارها. وتخيلوا معايا الفكره اللي جاتو كي دايره، قال لمرتو غديري فيديو في الطواليت وغادا تشرحي لهم. والله ما نقدرش نقولها والله، المهم نشوفوا الفيديو. المهم غادي نكتشف اليوم الكيكه ديالي وغادي نتقاسم معكم ثاني الاكتشاف ديال الكركاتي. اي يا سيدي، شوفوا الناس فين وصلت. والمشكله هو دارت لي واحد الحصه علميه وفصلات داكشي لبزاف ديال الفقرات. قلت لهم انا غادي نشرح لكم، مره تيكون نصها بحال دابا مثلا نصها نصها تيكون سويه ميل نصها تيكون وبعض المرات باش نعرفوا شنو في المصاب، راه ماشي عيب زعما. الله ودي شكون اللي قال لك عيب؟ لا لا ماشي عيب، لا وتخيل معايا هادشي اللي شفتوه نظري دارته هي تطبيقي وعملي، وراجلها تيصور فيها وما استعملت حتى
حتى شي ادوات استعمليتي يديها. والعفو. المهم انا راه ما نقدرش ندوز لكم هاد الفيديوهات، راه ما نقدرش والله والله بزاف حشومه والله عيب كاع. وفي الصراحه راه ماشي هادي اول مره كدير بحال هاد البلانات. واحد النهار السيده هادره مع راجلها وجالسه في السطح، حتى كنشوفوا واحد الضايه ديال السوائل جايه طالعه من التحت. المهم نشوفوا راجلها شنو غادي يقول لها بكل احترام وهدوء وما عرفت شنو. بزاف عليك الله يسرنا تنموت والله العظيم. سمعوا سمعوا، واحد السيده مهاجره مغربيه كانوا ملي صادفوها في القناه اتصلت بها هديه من برا، سمعوا شنو قالت لها. قلت لها الفيديو الاول اللي كانت دارت، كانت دارت بان تصبر في السطح ودارت حاجه كتيبي. نعم. وكانت خرجت عاوتاني باعتذار. وهاد المره عاود درت عاوتاني لا ميم شوز، ماشي حاجه غاف كاع اكثر من بيبي. جايبه مع جايبه المغرف اللي كانت كتهز بها النعمه وكتهز بها ديالها. اختي فاتحه، اختي بغيتي نقول لك اختي دخلت عليك بوجه الله واش ما تتمرقيش. علاش؟ والله ما كتمرقي. صافي داز ديك اليومين الاولى القناه بدات كتطلع ديال بصح. صافي السيده قالت ثاني غادي نرجعوا نتشهروا، بداو دوك الجرايد الالكترونيه كيعيطوا ليها، ولكن داز يومين اما يجيو يقرقبوا عليها البوليس ديال تماره. المهم الله يخلف على النيابه العامه حركت المسطره ملي تابعتها بالاخلال العلني بالحياء. العقوبه ديالو كتراوح من شهر حتى لسنتين كيف ما جا في الفصل 483 من القانون الجنائي. دابا السؤال المطروح ليكم، الا كنتي انت او لا انت اللي كتفرج في هذا الفيديو هذا، واش تعطيها شهر او لا تعطيها سنتين؟ المهم ديروا بوجهي وتهلاو فيها مزيان. والناس جداد ما تنساوش ابوني، الناس القدام والجداد ما تنساوش لايك، راكم تما. شوفكم فيديو الجاي، تهلاو.